السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات فانوسي. صديقنا فانوسي سيعطينا اليوم معلومة مفيدة وسيطلب منا المشاركة في تحدي مميز حول الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب ماذا تعني؟ لنشاهد سويا ونتعرف على موضوع هذه الحلقة، حيث يجتمع الأصحاب للمشاركة معنا في تحديات رمضان الممتعة لتعم الفرح والبهجة في مجتمعنا. ولأننا لا يمكن أن نتواجد مع رفاقنا الآن بسبب الكورونا، ولأن رمضان شهر الطاعات والعطاء والدعاء، سندعو لعائلتنا وأصدقائنا بظهر الغيب. جميعنا لدينا أصدقاء نحبهم ونتمنى لهم الخير دائما. إن المسلم يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، ونفع هذا الدعاء ليس لصديقك فحسب، بل هو عائد إليك أيضا. يمكنك أن تدعو لغيرك بظهر الغيب فتسأل الله له الصحة والعافية، أو بالإمكان أن تدعو له بالتوفيق في الامتحانات المدرسية، أو أن تتمنى له السعادة والفرح في الدنيا والآخرة. هل اشتقتم لأصدقائكم؟ لا شك أن هذه الأيام هي صعبة على الجميع، ولأننا لا نستطيع أن نرى أصدقائنا كما نشاء، فنحن نقوم لهم بالدعاء، ويقول لنا الملك ولكم بالمثل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل به: آمين ولك بالمثل. فمثل ما ندعو يكون لنا، مثلا: اللهم اغفر لأحمد وعلي، اللهم جعل أيمن يحفظ القرآن، فيرد الملك ولك بالمثل. إن حياتنا مليئة بالأحداث، فاجعل همك أخيك يكفيك الله همك. فعلا الدعاء بظهر الغيب أمر مميز. والآن ما رأيكم أن نستمع إلى أغنية ضوء يا فانوس؟ لمعرفة تحدي اليوم. تحدي اليوم أن تتذكر صديقك المقرب وأن تدعو ثلاثة أدعية له بظهر الغيب، وتذكر أن تقول آخر الدعاء آمين. لا تنسى، ننتظر مشاركتك على الواتساب على رقم فانوسي 00961713688819. فانوسي. اليوم تعرفنا على أهمية الدعاء بظهر الغيب، وطلب منا فانوس المشاركة في تحدي عن طريق تصوير فيديو أثناء دعائنا لشخص من أقربائنا أو أصدقائنا، وإرسال الفيديو عبر تطبيق الواتساب.
وطبعاً سيتم توزيع جوائز لأفضل المشتركين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.